التحكيم بالنسبه لي هي انا مش خايف من حد، ولكن كل شخص فيها مدرسه مختلفه، وانا يعني بحاول ان انا اقدر افهم المدرسه ديت واشتغل عليها. مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ملف خاص. المواطن المصري البسيط والكرة الاكثر فقرا اصبحت هدف مهم من ضمن اهداف الجمهوريه الجديده. ده اللي بدانا نشوفه من خلال اطلاق اكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، وهو تطوير الريف المصري. مبادره حياه كريمه او مشروع حياه كريمه هيستفيد منه اكثر من 60 مليون مواطن بتكلفه تصل ل 700 مليار جنيه. الى اللقاء. هنا نصل الى نقطه شديدة الأهمية. أنت أكيد شغال اشتغلت قبل كده؟ أكيد. لا أنا ماليش تجربة في التقديم خالص. لا لا لا، ولا في ولا قراءة نشرة؟ ولا قراءة نشرة. أنا ولا قدمت أي حاجة، ولا حتى قهوة، ما فيش أي حاجة. أنا اشتغلت مراسل وما ظهرتش كادر وماليش أي تجربة في التقديم خالص. لا ثواني، اشتغلت مراسل فين؟ كنت تريننج في احد القنوات الفضائيه في وانا في رابعه جامعه في 2018. انت انا شك ان انت ما اشتغلتش قبل كده. وانا كمان لا، انا ما اشتغلتش حقيقي. طيب انا هقول اوكي. وانا كمان هقول اوكي. اشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا. معلش بس انا بس عايز اسالك حاجه. انت متاكد انك ما اشتغلتش؟ لا طبعا ما اشتغلتش، ماليش اي تجربه اطلاقا في التقديم التلفزيوني. مبروك. طبعا توترت. ماما نجوى طبعا يعني سالتني سؤال محرج، وطبعا كلنا مع اي تيست او مع اي اختبار اكيد لازم نتوتر، واكيد بنواجه جزء من التوتر ده على الهواء. طبعا لازم المذيع ان هو يتدرج ده بشكل سريع جدا. واتش ات.